مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. نحييكم مرة أخرى ونتمنى لكم عيدا سعيدا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وهم بخير وعساهم من عواده. أجمل وأرق تحية لكم وباقة عطرة من الزهور. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. أقول كل عام وأنتم طيبين. أهلا بكم إخوان. احنا الحين بنقول لكم انتم العايدين وكل عام وانتم بخير. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا حسب اتفاقنا بان تكون سهرة مفتوحة، برنامج مفتوح، مش كل مثل كل البرامج اللي سبق قدمها التلفزيون، لان احنا لاول مرة نشترك مع بعض مجموعة بهذا الكم. صح. في مكان وفي واحد في برنامج كذلك مرتجل يعني، ويقدم بصورة عفوية، بصورة عفوية وعلى سجية المذيعين. اذا على هذا نبدأ برنامجنا. أشكركم جدا على اختياري بأن أقدم الفقرة الأولى في هذا البرنامج. أعزائي، الفقرة الأولى اللي نقدمها اليوم